حياكم الله لما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أشارت التوقعات والأرقام الأولية عن الموازنة إلى أن العجز سيكون مخالفا لقانون الإدارة المالية الذي لا يسمح بتجاوز العجز نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي. قال الخبراء الاقتصاديون إن الموازنة القادمة ستكون بحدود 200 تريليون دينار وبعجز يبلغ 70 تريليونا، وهو ما يشكل 35% من الموازنة. وكان نواب قد كشفوا بأن حجم العجز سيبلغ بحسب الأرقام الأولية 121 تريليون دينار، وهو رقم هائل يعادل موازنة العراق بالكامل في عام 2021. قال النائب مصطفى جبار سند إن الأرقام الأولية لحجم الإنفاق المتوقع في موازنة 2023 التي تشير إلى أنه سيبلغ 269 تريليون دينار. وأضاف النائب أن حجم الإنفاق المتوقع سيخلف عجزا سيبلغ 121 تريليون دينار، حيث من المتوقع أن تبلغ الإيرادات فقط 148 تريليونا. بالمقابل قال المستشار الاقتصادي للسوداني مظهر محمد صالح، قال إن سقف الإنفاق المتوقع للموازنة سيبلغ ما بين 150 و200 تريليون دينار. حذر النائب محمد صاحب الدراجي من حالة خطرة على الاقتصاد العراقي جراء وجود سعرين للدولار. وقال الدراجي إن انخفاض الدينار أمام الدولار غير المسيطر عليه يجب أن يجابها بإجراءات على مستوى السيطرة على سعر الصرف وعلى مستوى معالجة آثار انخفاض قيمة الدينار على الطبقات الهشة في المجتمع. وأضاف الدراجي أن وجود سعرين مختلفين للدولار رسمي في البنك المركزي وحقيقي في الأسواق التجارية ينذر بحالة خطرة في الاقتصاد العراقي. أظهرت حسابات حكومية في العراق بلوغ الفائض 60 تريليون دينار، فيما بلغت قيمة الإنفاق التشغيلي 90%، وذلك خلال 11 شهرا من العام الماضي. وبينت الحسابات الحكومية حتى تشرين الثاني 2022 تسجيل إيرادات إجمالية بلغت نحو 150 تريليون دينار، فيما بلغ الإنفاق الكلي نحو 90 تريليونا، موضحة أن الإنفاق بلغ نحو 60% من مجمل الإيرادات، فيما بلغ الفائض نحو 60 تريليون دينار. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت لتصل إلى 150 ألف برميلا يوميا كمعدل خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 150 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضا عن الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت الصادرات النفطية لأمريكا معدل 354 ألف برميلا يوميا. ويتراوح متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع من 8 دول نحو 5,677,000 برميل. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.